اهلا اهلا، ريفيو النهارده هيكون عن الهير ماسك بتاع بايو سوفت. عايزه اقول لكم ان الشركه دي مصريه، عامله منه تقريبا 3 انواع. اول حاجه اللي هو بالارجان اويل، وكمان اللي هو زبده الشيا زي اللي معايا النهارده، ده اللي انا مستخدماه. وفي كمان نوع تاني بجوز الهند، وفي كمان بالافوكادو. تقريبا كل نوع من دول مخصص لطبيعه شعر معينه. هقول لكم دلوقتي لو انت شعرك كيرلي، لو انت شعرك طبيعته هيشان، تستخدموا ايه وكده. عايزه اقول لكم برده ان طريقه استخدام الهير ماسك ده بتكون ان انت تغسلي شعرك الاول بالشامبو عادي، وبعد كده بتستخدمي البلسم، وبعد كده بتحطي الهير ماسك من 10 ل 15 دقيقه في الحدود دي، وممكن تسيبيه اكتر من كده، بس انا بتكلم ان هو ايه اقل حاجه تسيبيه 10 دقائق ربع ساعه. عايزه اقول لكم ان هو مناسب لجميع اصحاب المسامية بانواعها كلها، يعني اللي مسامية شعر منخفضه والمتوسطه. دي طبعا الحاجات دي هتعرفها الناس اللي عامله مثلا روتين للشعر الكيرلي، فبيبقوا بيركزوا شويه فلما سميت شعرهم ايه. الماسك ده يعتبر ماسك بروتين، وده برضو انا بقول الكلام ده عشان لو واحده شعرها كيرلي وعايزه تستخدمه تعرف هيناسبها او لا. ده يعتبر ماسك بروتين، يعني في ناس بتستخدمه بيسبب لها هيشان، وفي ناس بيظبط شعرها. هو خالي من الصلفات وكمان الزيوت المعدنيه والشمع والسيليكون والبارابين، يعني خالي من جميع المواد الضاره، يعتبر يعني طبيعي يعني بشكل كبير. تقدروا تطلبوه من على جوميا، تقريبا سعره 80 جنيه من 80 ل 100، والحجم بتاعه برضو يعتبر كبير لان هو حجمه تقريبا 650 جرام. دي كل التفاصيل عنه. عايزه تجربتي انا معاه، هو بيطري الشعر جدا جدا جدا، يعني تحفه يا بنات. هو الباكج بتاعه مش هقول واو، يعني هو يعتبر بسيط. هو الخامه من هنا كانها بلاستيكيه كده، وهنا في غطا هي كأنها علبة تونة بس ما علينا. الغطا ده بتكيه كده تفتحيه، وكمان بيبقى عليه غطا بلاستيكي. انا بس شلته من هنا عشان اوريكم الشكلين هيبقى عامل ازاي. وده شكله من جوه، بينعم الشعر جدا وبيرطبه جدا. تحس ان انتي مثلا وانتي مستخدماه وانتي بتشطفي شعرك، يعني تحس ان هو ما بينزلش يعني من على شعرك من كتر ما هو مرطب الشعر. تحس ان في نعومه وانتي بتشطفي الشعر، حتى كمان بحس ان هو بينعم الجسم كده وهو نازل يعني. فانا انصح بيه جدا جدا، من احلى الهير ماسك اللي انا استخدمته. وعايز اقول لكم برده ان الشعر الكيرلي مخصص ليه اللي هو الحمام الكريم منه اللي هو بالافوكادو، وكمان الشعر الجاف. انا جايبه بصراحه للشعر الجاف، هو بزبده الشيا وزيت الارجان. وكمان الشعر الدهني مخصص ليه اللي هو بزيت جوز الهند. بس هي دي كل التفاصيل اللي كنت حابه اتكلم عن الهير ماسك معاكم فيها، يعني انصح بيه جدا، وسعره يعتبر مناسب جدا للحجم بتاعه، وان هو هيقعد معاكي فتره طويله، والنتيجه اللي هتاخديه منه هو يعني تحفه تحفه تحفه. بتمنى اكون فدتكم، والفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. ومع السلامه.